السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد عصام، ان شاء الله اكون معاكم في فيديو جديد ومحاضره جديده هنبدا نتكلم فيها عن المنظور. بص، احنا اتكلمنا في محاضره قبل كده عن المنظور، بس طلب مني ان انا اشرح المنظور بالتفصيل لان في ناس كمان بتمتحن في امتحان القدرات فبيحتاجوا المنظور جدا. فهنبدا نشرحه النهارده بطريقه مفصله اكتر شويه، وهنشرح فيها سريعا كده الفيديو اللي اتشرح في الفيديو اللي فات، وبعد كده هنبدا نطبق عن المنظور بكذا حاجه احنا ما خدناهاش قبل كده، ونطبق عنه بشكل هندسي شويه اكتر ما هو رسم، حاجه هندسيه اكتر عشان الناس اللي عايزه يعني تتعمق فيه شويه زياده. يعني احنا مش هنتعمق قوي، بس هنفهم حاجات كده بسيطه زياده شويه. يا رب الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه اكتر. لو استفدتوا منه يا ريت تعملوا لايك وشير واكتبوا لي كومنت برايك في الفيديو واي حاجه انتوا عايزينها في الفيديوهات الجايه. يلا بينا على الفيديو. هنبدأ نتكلم عن المنظور او عن الفيديو اللي احنا شرحناه القديم، بس هنتكلم عنه سريعا شويه هنفهم منه فكره المنظور كده ببساطه. بص، المنظور هو فكرته ان انت تشوف الحاجه مجسمه 3D، حلو، او ان انا اشوفها في حاجه منها بتبعد وحاجه بتقرب. لكن لو انا شايف ورقه قدامي كلها نفس القرب يبقى انا مش شايف لها منظور، حلو. فانا مثلا لو شايف الكلمه دي شايفها عامله كده، فانا شايفها بتبعد فشايفها رايحه ناحيه المنظور، او هي بتبعد في المنظور، او الكلام ده كله، او شايف لها اصلا منظور. طيب الاول كده احنا بنشوف اي حاجه قدامنا في ثلاث اوضاع، يا اما فوق مستوى النظر، يا اما تحت مستوى النظر، يا اما في مستوى النظر. وده شرح احنا شرحناه في الفيديو اللي فات وهنعيد عليه بسرعه كده. فالاول يا اما شايف العلبه دي فوق مستوى نظري، يعني فوق عيني، فانا ساعتها شايف ايه؟ شايف القاعده بتاعت العلبه وشايف الواجهه، بس ما اقدرش اشوف السطح اللي فوق، فدي فوق مستوى نظري، حلو. طب نزلتها تحت كده بقيت شايف السطح وشايف الواجهه بس مش قادر اشوف القاعده اللي تحت، فدي بقت تحت مستوى نظري. طيب لو انا شفت العلبه كده قدام عيني، انا مش شايف غير الوجه لكن لا قادر اشوف سطح ولا قاعده، فدي اسمها في مستوى النظر. يبقى يا اما عندي فوق مستوى النظر، يا اما تحت مستوى النظر، يا اما في مستوى النظر. حلو جدا. عايزين نبدا نطبق على الكلام ده ونبدا نرسم مكعب او علبه زي دي بالمنظور مظبوط. يلا بينا. بص، اول حاجه هنبدا نتكلم عنها كده فكره ان انا هرسم مكعب زي ده او حاجه كده صغيره مكعبه بسيطه بالمنظور. هنبدا نفهمها الاول، بعد كده هنبدا نطبق عليها على شكل مباني وحاجات هندسيه اكتر. ففي الاول كده لما اجي ارسم مكعب زي ده او حاجه مثلا فيها يعني ابعاد او كده، اول حاجه خالص هبدا ارسم خط كده اسمه خط الارض او خط الافق. والخط اللي انا هرسمه ده هو اللي بيمثل لي فين الارض وفين السماء، او ايه اللي فوق مستوى نظري وايه اللي تحت مستوى نظري وايه اللي في مستوى نظري. فلو انا هقول مثلا ان ده الخط بتاع الارض، حلو، ودي الارض ودي السماء. لو انا هرسم حاجه فوق طايره في السماء او فوق مستوى نظري، فساعتها هشوفها فين؟ فوق الخط، صح كده؟ يعني الشمس بتكون فوق خط الارض ده، صح؟ واي حاجه ماشيه في الشارع او تحت مستوى نظري هتكون تحت الخط. طب اي حاجه في مستوى نظري، في مستوى نظري زي مبنى او جبل مثلا، لو انا هعتبر ان ده الارض، فانا ساعتها هكون شايف ان الجبل ده هنا جزء منه فوق وجزء منه تحت. يبقى اي حاجه فوق مستوى النظر تكون فوق الخط، تحت مستوى النظر تحت الخط، في مستوى النظر جزء منها فوق وجزء منها تحت. طيب لو انا هرسم مكعب، تعالوا نرسمه كروكي هنا الاول عشان نعرف شكله. مثلا اللي احنا هنرسمه ده هو شكله عامل كده، حلو، ليه بعدين، يعني ليه مكانين بيبعدوا، حلو، في عندي بعد الناحيه دي وبعد الناحيه دي. فاول حاجه هبدا ارسمها هو الاقرب ليا، هبدا ارسم الضلع ده وهو ده الاقرب ليا الاول، صح، وهبدا ارسمه في مستوى النظر لان انا دلوقتي لا شايف السطح ولا شايف القاعده، انا شايف بس الواجهه، فده بقى في مستوى النظر. فرسمت الخط ده اللي هو جزء منه فوق وجزء منه تحت. عشان اجي ارسم الاوجه دي لازم اعرف اتجاهها او بعدها، حلو، يعني ايه؟ لازم اعرف ده بيبعد رايح لفين. رايح لفين دي بعرفها ازاي؟ من خلال ان انا بشوف الخط ده والخط ده ماشيين وبيتقابلوا فين؟ بيتقابلوا في النقطة، النقطة دي اسمها نقطة زوال أو نقطة تلاشي أو نقطة هروب، وهي أبعد حاجة في اتجاه الشارع ده، حلو؟ يعني أبعد حاجة في الاتجاه اللي بيبعد فيه المكعب ده. فبعمل نقطة على الخط، النقطة دي ما ينفعش تكون دلوقتي في اللي احنا هنرسمه ده، ما ينفعش تكون فوق أو تحت الخط، هي على الخط بس، حلو؟ بعد ما بعمل النقطة دي على الخط بروح موصل من عند أقل مكان في المكعب لغاية النقطة دي، ومن عند أعلى مكان في الضلع ده لغاية النقطة دي. بص بقى، الكلام ده احنا شرحناه في الفيديو اللي فات، بس بنأكد عليه سريعا شوية عشان هنتعمق في حاجات يعني أعمق شوية في الكلام ده. بص،
دلوقتي الخطين دول معناهم ايه؟ معناهم ان اي ضلع نفس طول الضلع ده لما يبعد رايح عند النقطة دي هيكون طوله جوه الخطين. احنا متعودين ان الحاجة اللي بتبعد بتصغر، صح كده؟ طيب لما الحاجة اللي بتبعد دي بتصغر، هي بتصغر قد ايه؟ انا هقول لك لو الضلع ده باعد فهو هيبقى هيصغر، طول ما هو بيبعد هيصغر جوه الخطين دول. يعني لو بعد لغاية هنا هيبقى طوله من هنا لغاية هنا، لو بعد اكتر يبقى طوله من هنا لغاية هنا، لو قرب شوية يبقى طوله من هنا لغاية هنا، لو قرب لغاية هنا اهو طوله جوه الخطين اللي احنا عاملينهم دول. حلو. طيب فانا لما باجي ارسم مكعب ده، مش المفروض ان الضلع ده قد ده في الحقيقة، يعني الضلع ده قد ده في الحقيقة بس علشان هو بيبعد فبيصغر؟ طيب فطالما هو بيبعد في الاتجاه ده يبقى طوله جوه الخطين، يبقى لما اجي ارسم الضلع ده هرسمه جوه الخطين دول كده. يبقى انا كده رسمت الواجهه دي بتاعه المكعب او الشكل اللي انا برسمه. بعد كده هاجي ارسم الناحيه التانيه، حلو، فهروح اعمل نقطه كمان برضو اللي هو البعد بتاع الناحيه دي، وبعد كده راح موصل من هنا خط ومن هنا خط، وهقول لكم على اي اساس بحدد النقطه دي دلوقتي، ماشي؟ وبعد ما اعمل الخطين دول جوه الخطين دول هرسم الضلع الناحيه التانيه، يبقى انا كده رسمت الواجهه التانيه بتاعه المبنى او المكعب بتاعي ده اللي انا برسمه، ويبقى انا كده رسمت مكعب في مستوى النظر. حلو. عايز ارسم واحد تاني بس اعلى فوق مستوى النظر، وركزوا معايا احنا بناخدها هنا ببساطه جدا، هنبدا نخشها في حاجه ايه بتفاصيل اكتر كمان شويه. طيب هبدا ارسم المكعب ده اعلى شويه، يبقى هرسم الضلع ده اللي هو اقرب حاجه ليا، دي اول حاجه هرسمه، وهرسمه فين؟ فوق مستوى النظر، يعني اعلى من خط الارض. حلو. رسمت الضلع اعلى من خط الارض بتاعي، وبعدين هبدا اوصل نفس الكلام بالظبط عشان ارسم الواجهه دي والواجهه دي، اعلى مكان فيه لغايه النقطه. حلو. ومن اقل مكان فيه لغايه النقطه. تمام كده. يبقى انا كده وصلت اللي هم اطول واقل مكان في الضلع ده لغايه النقطه علشان اعرف طول الضلع اللي بعده اللي هو هيبعد بعده، والناحيه دي نفس الكلام من اعلى مكان لغايه النقطه ومن اقل مكان لغايه النقطه. جوه الخطين هرسم الضلع ده والضلع ده، يبقى انا رسمت خلاص الواجهتين بتوع المكعب بتاعي. حلو. طيب عايز ارسم القاعده، القاعده هرسمها ازاي؟ من نهايه الضلع ده بوصل لغايه النقطه اللي هنا يمين بشمال. حلو. ومن نهايه الضلع ده لغايه هنا وشمال بيمين. يبقى انا ما رسمتش اي حاجه من دماغي وما رسمتوش موازي للي قدامه، ده انا وصلته بالنقطتين علشان اعرف شكله. طيب لو هرسم حاجه تحت مستوى النظر نفس الفكره بالظبط، هرسم الضلع اللي في النص اهو تحت خط الارض، ادي خط الارض بتاعنا اهو، انا هرسم تحته. حلو. وبعد كده هوصل من عند اعلى مكان لغايه النقطه ومن عند نهايه الضلع لغايه النقطه. حلو. سهل الكلام ده كده. وبعد كده الناحيه الثانيه نفس الكلام، ليه بوصل الخطين دول؟ علشان اعرف طول الضلعين اللي هرسمهم بعد كده. يبقى جوه الخطين هرسم الضلع ده، ولو عايز ارسم الثاني ابعد شويه يبقى هرسمه برده جوه الخطين بس ابعد شويه. حلو. طب السطح من عند الضلع ده لغاية النقطة اللي هنا ومن عند الضلع ده لغاية النقطة اللي هنا. يبقى انا كده رسمت ايه؟ السطح بتاعي، الشكل بتاعي اللي انا هرسمه ايا كان بقى اللي انا هرسمه ده هو عامل ازاي، مثلا يعني ايا كان بقى مكعب، قطر، مش عارف ايه، مبنى، الكلام ده كله. طيب عايزين نرسم الكلام ده ونطبق الكلام ده لان احنا قلناه قبل كده، بس ناخده بحاجة يعني اقوى شوية او حاجة فيها ايه تفاصيل اكتر شوية. عايزين نبدا نرسم مبنى وراه مبنى وراه مبنى، والمبنى فيه شبابيك وفيه بيبان والكلام ده كله، ونرسمه بشكل واقعي وبمنظور. اول حاجه هنبدا نرسمها في الشكل بتاعنا خط الارض. حلو. فهنيجي نعمل مثلا خط الارض بتاعنا كده. لو انا برسم لوحه او منظر طبيعي وده اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، فما ينفعش خط الارض يكون في النص، يكون في التلت احسن. تمام كده، عشان ده يكون افضل، هيكون شكله يعني اوقع او شكله احلى يعني. طيب انا هبدا ارسم انهي مبنى الاول؟ احنا انا تخيلي اللي انا هرسمه ان انا هرسم مبنى في النص، وبعد كده في مباني بتبعد الناحيه دي ومباني بتبعد الناحيه دي. تمام كده. طيب فانا هعمل الاول المبنى اللي في النص اللي هو الاقرب ليا، عشان عندي انا واقف دلوقتي على ناصيه شارعين، في شارع هيمشي كده وشارع هيمشي كده. تمام. فانا هبدا ارسم اول مبنى اللي هو اللي في النص اللي هو الاقرب ليا. هبدا ارسم الضلع القريب او الضلع اللي في النص بتاع المبنى ده، اول حاجه هرسمها اهو، رسمت الضلع اللي في النص بتاع المبنى القريب بتاعي. وبعدين يا عم هروح اعمل النقطة بتاعتي اللي هيبعد فيها المبنى من الناحية دي والنقطة اللي هيبعد فيها المبنى من الناحية دي، زي ما عملنا بالظبط في المكعب من شوية، نفس الكلام بالظبط بعمله دلوقتي. حلو. وبعد كده هروح موصل من عند أعلى مكان في الضلع ده لغاية النقطة
ومن عند نهايته لغايه النقطه، عشان ارسم بس الشكل الخارجي بتاع المبنى قبل ما نخش بقى على البيبان والشبابيك والكلام ده كله. ونفس الكلام الناحيه دي، بوصل من عند اعلى مكان ومن عند اقل مكان لغايه النقطه. حلو الكلام ده، لو بنعمله هندسيا وحاجات هندسيه كده بناخدها بمسطره، بس احنا كرسامين بنعملها بايدينا، يعني مش محتاجين مسطره عشان نشتغل فيها. يعني احنا مش محتاجينها تكون مظبوطه بالملي يعني كرسم، لكن كحاجات هندسيه محتاجينها مظبوطه بالظبط. طيب بعد كده هروح ارسم الضلع ده بتاع المبنى للناحيه دي. حلو، واروح راسم مثلا الضلع الناحيه دي بتاع المبنى برضو. تمام جدا كده، احنا رسمنا الوجهتين بتوع المبنى بتاعنا. ماشي، اعمل لي شبابيك في المبنى ده او اعمل لي باب. تعالى نعمل باب الاول. لما هاجي ارسم الباب، الباب مكانه هنا. ماشي، عشان اجي ارسم الباب هرسم اول ضلع او اقرب ضلع ليا في الباب. طب لو الباب مكانه هنا، فين الاقرب ليا؟ الاقرب ليا الناحيه دي، صح، هو الاقرب للضلع اللي في النص، يبقى ده اول ضلع هرسمه اللي هو الاقرب ليا. طب عايز ارسم الضلع الناحيه الثانيه بتاع الباب، هروح اعمل ايه؟ هروح موصل من عند اعلى مكان في الضلع ده خط لغايه النقطه كده. حلو، ومن عند ومن نهايته هو كده كده متوصل لو مع المبنى، لو عملته اعلى شويه هوصله. وبعد كده اروح راسم هنا، ادي الضلع الثاني بتاع الباب، واروح راسم بقى للباب مش عارف ضلع في النص. بص، عملت جوه برضو الخطين، واعمل له من هنا مثلا ايدين، واعمل شباك مثلا هنا، وهكذا اعمل له حاجات ايه اللي هي كروكي. طيب هنخش الحاجات فيها تفاصيل اكتر، خليكم معايا واحده بواحده. بس احنا هنعمل شباكين. حلو، عايزين نعمل شباك هنا وشباك بعده، تمام كده. فاول شباك هعمله هو الاقرب ليا، مش هعمل الشباك اللي هنا الاول لان ده البعيد. هعمل الشباك اللي هنا اول حاجه، هرسم الضلع الاقرب ليا بتاع الشباك، نفس فكره الباب بالظبط، واروح موصل اهو من عند اعلى مكان في الضلع ده خط لغايه النقطه. ماشي، ومن عند نهايته خط لغايه النقطه. لو لاحظتوا هتلاقوا الفكره بتتكرر، والفكره سهله جدا، الموضوع سهل جدا وهو عمال يتكرر، بس انت بتستخدمه بابتكارك وخيالك علشان تطلع شكل حلو يعني او شكل قوي. طيب رسمنا الخطين بتوعنا بتاع الشباك دول، بعد كده جوه الخطين وهروح راسم الضلع الابعد في الشباك. حلو جدا، يبقى احنا دلوقتي رسمنا الشكل بتاع الشباك بتاعي اهو بالمنظور بتاعه مظبوط. حلو، انا عايز اعمل للشباك ده يعني جزء داخل لجوه كده، اللي هو انا شايف سمك كده للحيطه. هعمل السمك ده ازاي؟ لو انا شفته او طلعت الشباك ده شكله بره كده، هنلاقي ان شكل مثلا الشباك عامل كده، تمام كده، وبعد كده شكل الفراغ اللي جوه هيكون شكله عامل كده. ده بالظبط الحاجه اللي انا عايز ارسمها او اعملها في الشباك بتاعنا ده، بس عايز ارسمها بمنظور مظبوط. هعمل ايه؟ علشان اجي اعمل الخط اللي داخل لجوه ده كده، بدل ما هو ماشي الناحيه دي يعني هو رايح للنقطه دي، يعني مفيش خط برسمه من دماغي. انا عشان اجي ارسم الضلع ده هروح جاي من عند الشباك ده وراح موصل خط كده لغايه النقطه اللي هنا. حلو، انا مش محتاج الخط كله، انا محتاج لغايه هنا بس، او لغايه هنا اللي هو السمك بتاع الحيطه، يبقى انا محتاج بس الحته دي. حلو، بس عرفت اتجاهها المظبوط ازاي. وبعد كده من هنا هنزل خط عمودي. حلو، الخط اللي هنا ده بقى هرسمه ازاي؟ ما ينفعش ارسمه كده من دماغي لانه مش هيطلع مظبوط. وانت لما بتيجي ترسم حاجات زي كده يعني بتفاصيل كتير، هتوضح معاك اول خطوط دي لو عملتها من دماغك. فانا باجي من عند النقطه دي، من عند النقطه دي، وبوصل للنقطه اللي هناك، وبعد كده ما باخدش الخط اللي جوه ده كله، انا باخد تكملته اللي لبره. هي عامله ازاي؟ يعني انا هاجي من عند النقطه واروح موصل كده للخط اللي هنا اهو، او للنقطه اللي هنا، ادي الخط اللي جوه ده انا مش محتاجه، انا محتاج تكملته اتجاهه. يبقى انا عرفت اتجاهه او ميله المظبوط كده. حلو، يبقى انا كده عملت سمك للحيطه او سمك للشباك دخل جوه شويه. وممكن اروح مغمق مثلا الحته اللي جوه دي كده علشان ابين ايه الفرق بتاعي، وشويه وهرمي لكم ظل وبتاع وهنخلي شكله حلو. طب عايزين نعمل الشباك اللي ابعد من الشباك ده. ماشي، فهروح عامل، شايفين الخطين اللي احنا رسمناهم؟ مش انا هرسم شباك جنب ده، المفروض ان هم نفس مقاسهم، يبقى هرسم الشباك الابعد جوه الخطين اللي كنت راسمهم للشباك ده كده. ادي الخطين الاولين خالص على اساسهم، وهروح عامل الضلع اللي هو المفروض الاقرب ليا في الشباك البعيد. حلو، وبعد كده جوه نفس الخطين برضو لاني كاني وصلته بالنقطه، وهروح راسم الضلع التاني. حلو، واروح عامل ادي شكل الشباك اهو من بره اللي انا هرسمه. طيب وبعدين عايز ارسم السمك اللي جوه، نفس الفكره، هروح واخد من هنا واروح موصل بالنقطه، يبقى انا عرفت اتجاه الخط اهو. طيب انزل منه الخط العمودي، وبعد كده
من نفس النقطة دي واروح مكمل. انا اصلا لما جيت وصلت النقطة او وقفت مسافة الخط ده، وقفتها على نفس الخط اللي كنت رسمه لجوه. شفت الخط اللي انا كنت رسمه للنقطة الاولانية دي؟ انا وقفت الخط ده عند نفس المسافة هنا بالظبط، على فكرة وهي نفس المسافة صح. انا كده جبت ده بمنظور مظبوط بالنسبة للار، وهياخد تكملته على نفس الخط اللي كنت رسمه من قبله. يبقى انا رسمت ادي السمك اللي جوه بتاع الشباك ده، حلو حلو جدا. عايزين نرسم يافطة على الباب هنا، نعتبرها مستشفى مثلا، حلو، ونرسم يافطة هنا. اليافطة دي بنفس فكرة الباب بالظبط. اول حاجة هرسمها في اليافطة هو الضلع الاقرب ليا هنا مثلا، حلو، فرسمت له او هنا وهنا. بعد كده تكملت اليافطة عشان ارسمها، مش هرسمها من دماغي، هروح موصلها بالنقطة. نفس الفكرة، هتلاقوا ان اي خط عندي اتجاهه كده رايح للنقطة، واي خط اتجاهه كده رايح للنقطة التانية، حلو، وهروح عامل كده. يبقى انا كده ايه، وصلت النقطتين دول، وهروح عامل هنا خط تاني. يبقى انا عملت اليافطة بتاعت الباب بتاعي، حلو. يبقى انا كده شايف اليافطة مثلا، نروح كاتبين عليها اي حاجة، اي كلام هيكتب. طيب عايزين نعمل شباك الناحية التانية، نفس الفكرة بالظبط. هنشوف اقرب ضلع ليا، طب عشان نظبطه مع نفس مع نفس المقاس ده، عشان برضه ما يبقاش شباك تحت وشباك فوق، هروح جاي هنا. شايفين اعلى مكان في الضلع؟ ماليش دعوه في الاضلاع الباقي، اللي هو اقرب ضلع ليا في الشباك ده، وهروح اعمل له خط افقي، خط عدل كده، حلو، علشان اعرف بس الضلع اللي انا هرسمه هنا بتاع الشباك الاقرب هيكون مكانه فين بالظبط، عشان ما اجيش اروح رسمه مختلف او نازل لتحت شويه او شكله غريب يعني، حلو. وهروح راسم الضلع اللي هنا. طيب بعد ما رسمت الضلع، ما كملش بقى الخطين واجي ارسم الشباك من عندي، نفس الفكره، هروح موصل من هنا لغايه النقطه اللي هناك اهي، وهروح موصل من هنا لغايه النقطه اللي هنا. جوه الخطين دول نروح راسمين الضلع التاني. يبقى انا كده رسمت واجهه الشباك من بره، عايز ارسم السمك بتاعها، هروح موصل من هنا بالنقطه دي، حلو، واروح منزل ده خط عمودي، وادي الخط بتاعي، وده اروح موصله بالنقطه اللي هناك وتكملته، يبقى الشباك. يبقى انا كده عملت السمك بتاع الشباك. سهل الكلام ده ولذيذ جدا، قشطه عنب. عايزين نرسم مبنى تاني بعد المبنى ده، حلو. طيب المبنى التاني اللي هنرسمه ده يا عم، هو قد المبنى ده ولا اعلى منه ولا اكبر منه ولا هو مش قده، ده اصغر جدا؟ طيب لو هو قده هنروح عاملين ايه؟ شايفين نفس الخط اللي كنا مدينه هنا، نروح مغمقينه شويه بس عشان اوضحه لكم. مثلا اهو ده الخط اللي احنا كنا موصلينه الاساسي اللي من بره خالص، صح، على نفس الخطين دول، واروح راسم الضلع الاقرب ليا في المبنى اللي هو ابعد من ده شويه، ادي الضلع اللي في النص بتاع المبنى الابعد، تمام تمام جدا. عايز ارسم الواجهه الناحيه الثانيه، المفروض اوصل ده بالنقطه، هو كده كده متوصل، يبقى جوه نفس الخطين، وهروح راسم الواجهه او الضلع الثاني. يبقى انا رسمت الواجهه اللي بره دي بتاعه المبنى بتاعي، حلو. عايز ارسم له بقى الواجهه الناحيه الثانيه اللي هو تكمله الخط بتاعي، شايفين من ده، وهروح موصل بالنقطه اللي هناك. يبقى انا ما جيتش عملته عدل كده وخلاص، لا، ده انا وصلته بالنقطه علشان اعرف اتجاهه المظبوط بتاعي، حلو، وبقى عندي اتجاه الخط ده كده واتجاه الخط ده كده، تمام. يبقى انا كده رسمت المبنى التاني الابعد من ده بشويه، في نصهم هنا شارع وهنعمل واحد واقف مثلا والكلام ده كله، هبين لكم الكلام ده كله دلوقتي. طيب ونروح عاملين بعد كده ايه، نعمل له باب برضه. يبقى انا خلاص لو نفس الباب بنفس طول الباب ده، يبقى نفس الخط اللي انا كنت شده للباب كده، هروح عامل جواه الضلع ده والضلع اللي بعده. يبقى انا رسمت الباب بسهوله جدا على نفس الخطوط اللي انا كنت بانيها من شويه، حلو. طيب الشبابيك جوه قد الشبابيك دي، يبقى نفس الفكره، رحت عامل لي الشباك اللي هنا جوه الخطوط اللي انا كنت مدد الشباك الاولاني، هي نفس الخطوط اللي كنت مددها، رحت عملت عليه الشباك اللي بعده، حلو، بس ده لازم امدله الخط، وهروح عامل كده. يبقى انا كده رسمت السمك بتاع الشباك اللي جوه بتاع المبنى البعيد ده مثلا، حلو. طيب عايزين نرسم مبنى مختلف بقى، يعني مثلا نرسم مبنى قصير جدا ملوش علاقه بالطول اللي احنا راسمينه ده، نرسمه الناحيه دي مثلا. هرسم المبنى ده قصير، يبقى ماليش دعوه بالخطوط بقى كلها اللي انا راسمها، انسى الخطوط دي كلها، انت راسمها، انت راسم خطوط تانية مختلفه خالص. طب المبنى اللي انا هرسمه ده هو طالع بره شويه ولا جوه في نفس الخط، يعني واقف جنبه كده بالظبط؟ لا، هو ممكن يكون طالع بره شويه. يبقى انا اروح جاي مثلا، شايفين الخط اللي انا رسمه ده للمبنى الاولاني، انا مش همشي عليه، حلو، لو انا عايز اقول ان المبنى داخل ورا او جوه شويه يبقى همشي فوقيه، حلو، لو هقول ان هو بره شويه يبقى همشي تحتيه او هاخد لي مسافه كده عنه بره شويه،
تمام كده؟ يعني لو انا قلت تحتيه كده الخط بيبدأ، هو ده الخط بتاع المبنى اللي انا هرسمه. بصوا هنرسم المبنى ده طالع بره او بارز شويه عن المباني دي، مش ماشي على نفس الشارع بتاعه، تمام كده؟ طيب وبعد كده عايز اعمل له الواجهه بتاعته الناحيه دي، هروح موصل من اوله لغايه النقطه خط، ومن اخره لغايه النقطه خط تاني، نفس اللي عملته في المباني دي. حلو؟ وبعد كده هروح راسم له الواجهه الناحيه دي اهي كده، وبعد كده هروح راسم له الواجهه الناحيه التانيه، راح واخد من ده وراح موصل بالنقطه اللي الناحيه دي. يبقى انا نسيت كل الخطوط اللي انا كنت راسمها علشان رسمت ايه؟ طول مختلف. عملت طول حاجه مختلفه، يبقى غيرت كل اللي انا كنت راسمه، ويبقى المبنى بتاعي اهو. حلو؟ هنعمل له هنا باب مثلا، ادي بدايه الباب، ونفس الفكره بالظبط اللي احنا بنعملها. انت بقى وتخيلك وابتكارك ولعبك في الورقه، فاهم يعني؟ بتعيش بقى جوه الورقه لغايه لما تعمل حاجه شكلها بقى فظيع، فاهمني؟ طيب نعمل له مثلا المبنى ده بلكونه مثلا، او خلينا في البلكونه في حاجه تانية اكبر، لانها مش هتبان هنا عشان صغير. نعمل له شباك كده خلاص وسريع، شباكين سرعة يعني، عشان بس ايه لما نيجي نصغره. حلو؟ عايزين نعمل بقى مبنى تاني مثلا بعد ده بس اطول مثلا، يعني اطول من كل دول خالص. طيب لو اطول من كل دول، انت مش معناها ان انت تطول عن المبنى ده، يعني انا مثلا هعمله ابعد بس هو اطول، مش لازم اطول عن المبنى ده، بس لازم اطول عن الخطين بتوعه. يعني شفت الخط اللي انا كنت شده هنا والخط اللي انا كنت شده هنا ده؟ لو انا طولت عن الخط ده كده مثلا، هرسم مبنى من هنا الضلع اللي في النص بتاعه اهو، وطولت لغايه هنا. لو انا طولت لغايه هنا كده، هو اطول من الخط اللي كنت ساحبه، صح؟ يبقى المبنى ده هو اطول من المبنى ده. ازاي يا عم؟ بس انا شايفه في الورقه اقصر. لا بس هو في الحقيقه هيبقى اطول، لان هو اطول من الخطين اللي احنا كنا راسمينهم. حلو؟ طيب ورسمت المبنى مثلا الضلع اللي في النص لوحده اهو، هروح ارسم الواجهه دي، هوصلها بالنقطه برضو اللي هناك. بصوا نفس الفكره بتتكرر، فاهمني؟ الخطوط دي بقى يعني لو انت منظم فيها شويه وبمسطره وبتاع، لو بترسم حاجه هندسيه مش هتلخبطك، يعني مش هتلخبطك قوي. ولو هتلخبطك يعني امسح كل خط وانت شغال، يعني ارسم الخط وامسحه وامسح. انا بتكلم الناس بتوع هندسه، ها احنا مالناش دعوه، احنا رسامين، احنا مالناش دعوه، احنا مش محتاج نعمل الكلام ده اصلا. ماشي؟ رسمت ده مثلا ورحت جاي اعمل كده، حلو، ويبقى ده المبنى البعيد الاكبر. حلو؟ رسمت له الباب بتاعه مثلا كده، كده مثلا. ايا كان بقى هتفضل تعمل له حاجات تانية. نروح عاملين مثلا مبنى هنا كمان قصير، قصير جدا بقى، ده مبنى اقصر من كل المباني اللي احنا عملناه. فعملنا ده اقرب ضلع ليه، رحنا موصلينه من هنا بالنقطة، حلو، ورحنا موصلين من هنا بالنقطة التانية. يبقى دي مثلا الواجهة بتاعته كده، والواجهة التانية بتاعته لغاية هنا كده مثلا. نعمل له مثلا بوابة كده كده، وهكذا. نبدع بقى ونعيش، وكل واحد يشكل الحاجات بتاعته. عايزين نعمل رصيف مثلا هنا، نروح حاطين نقطه. الرصيف هيكون لازم يعني في النص، لو انا شايف الزاويه في النص بالظبط، فهعمل نقطه في النص وراح موصل النقطه دي لغايه النقطه اللي هناك كده، حلو، وراح موصل من هنا لغايه النقطه الناحيه التانيه. حلو؟ عايزين نعمل سمك للرصيف، رحت نزلت خط قصير شويه، وبعدين وصلته من هنا لغايه النقطه برضو نفس الفكره. حلو؟ ورحت موصله من هنا لغايه النقطه برضو اللي هناك. جيت بعد كده رحت عملت لك كل مسافه، تروح عامل حته كده عشان يبان لك ان هو رصيف مثلا يعني، بس الحته اللي بتعملها دي كل مسافه بتبقى جوه الخطين، بيبدا العرض بتاعها هيقل طول ما انت بتبعد، والطول بتاعها بيقل كمان، وهكذا، وتعيش. وتروح جاي مثلا اعمل لك من هنا. طيب هقول لكم على حاجه، عايزين نعمل مثلا ده بلاط، ماشي؟ يعني في بلاط هنا مثلا في البتاع ده، بس هو كبير شويه، مش هنعمله صغير عشان بس الورقه صغيره. شايفين من عند كل نقطه هنا وراح موصل بالنقطه دي، يعني من عند الخط اللي ناحيه اليمين او الخطوط اللي ناحيه اليمين هوصل بالنقطه الشمال، والخطوط اللي ناحيه الشمال هوصل بالنقطه اليمين. مثلا نجرب في النقطه الاولانيه دي،
فيبقى عامل كده. حلو، النقطة اللي بعدها وهكذا. فانت الخطوط دي لو انت بقى عاملها صغيرة، لو انت واخد المساحة بتاعتها صغيرة والكلام ده، هيبان لك معاك ان هي مربعات ومش عارف ايه وبتبعد وطرق والكلام ده. طيب تعالوا مثلا نرمي له ظل، نقول ان النور جاي من الناحية دي من عندنا، الشمس من هنا، فالجنب ده في المبنى هيكون غامق مثلا. حلو، في المبنى ده رامي ظل، فليه الجزء ده غامق في الأرض. نفس الكلام في المبنى ده. وهنقول حاجة صغيرة على فكرة، احنا لسه ما خلصناش الفيديو لسه معانا مكمل في حاجة تانية. طيب جينا رمينا الظل للمبنى ده مثلا، وقلنا ان الظل بتاعه هنا. بص بقى مثلا، يعني احنا هنقول ان الظل بتاعه اخره هنا، هو المفروض ما يبقاش هنا بس قشطه نخليه هنا ماشي. وهنظلل الجنب ده مثلا ان هو الغامق. هوريكم حاجه لموضوع الظل. هنيجي مثلا للظل اللي هو اخره هنا، يعني الجزء ده غامق صح؟ طيب عشان نجيب الخط التاني، الظل التاني بتاعه او الضلع التاني بتاعه، طوله قد ايه؟ هروح موصل من عند اخر الضلع ده او اخر الظل لغايه النقطه برضو. حلو، يعني انا من اخر الظل ده لغايه النقطه هنا، تمام كده. طيب حلو، مش انت قلت دلوقتي يا عم، وانت اقترحت كده وقلت من دماغك ان الظل ده اخره هنا. شاف الظل بتاع المبنى اللي بعده، ما ينفعش يطول عن ده، ما ينفعش يطول عن الخط ده، لان انت دلوقتي عملت ظل المبنى الكبير لغايه هنا، يبقى المبنى اللي بعده ده هيبقى ظله مثلا اقل شويه عشان المبنى ده اقصر، فالمبنى اللي اطول برضه هيبقى اقل منهم شويه، صغيرين، ممكن يبقى اطول من الخط بتاعهم بس اقل من المساحه بتاعتهم عشان ده ابعد. لكن ما اجيش انا اروح اعمل ايه؟ اروح اعمل ده كده واروح مطول الظل اللي بعده قوي كده، هو الشمس مش ورا ده وقريبه من ده يعني. فاهمين ده كده؟ طيب بص بقى، اللي احنا عملناه ده اسمه ايه؟ منظور نقطتين. يعني في عندي شارعين، في شارع ماشي الناحيه دي وفي شارع ماشي في الاتجاه ده. حلو، فبقى عندي نقطتين بتبعد. في عندي حاجه تانية اسمها منظور ثلاث نقط. حلو، هنشرحه دلوقتي. بصوا الفيديو طويل معانا، بس كل حد عايز حاجه من المنظور ان شاء الله هيلاقيها في الفيديو ده. منظور الثلاث نقط ده اللي هو ايه؟ انت بترسم لي دلوقتي مبنى، بس المبنى ده انت واقف من تحته، بيسموه عين النمله، تمام كده. ايه هو عين النملة او عين الطائر؟ عين النملة ده اللي انت واقف مثلا تحت مبنى، فانت شايف المبنى ده بيبعد الناحية دي وبيبعد الناحية دي وكمان بيبعد لفوق صح؟ يعني واقف تحت برج القاهرة، فشايف برج القاهرة من اللي فوق ده كده صغير برضو صح كده؟ فبنيجي نعمله ازاي مثلا؟ انا باجي اعمل خط الارض بتاعي حلو؟ وبعمل عليه نقطتين، ادي النقطة دي والنقطة دي، وهاجي ارسم الضلع اللي في النص بتاع المبنى بتاعي كده مثلا ماشي. طيب بعد ما عملت الضلع اللي في النص ده، من فوق الضلع اللي في النص ده بشويه كده بروح عامل نقطه. هو مش شرط يكون فوقه بالظبط، بس ده اللي بيكون الاكتر اللي بتشوفه. يعني هو فوق الضلع اللي في النص ده كده بتروح عامل نقطه. يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث نقط، واحد اثنين ثلاثه صح كده. هتروح موصل من اعلى مكان في الضلع ده لغايه النقطه اليمين، ونفس الكلام من اقل مكان لغايه النقطه الشمال، ونفس الكلام عند النقطه الثانيه. حلو كده مثلا، يبقى من اعلى مكان لغايه النقطه دي ومن اقل مكان لغايه النقطه دي، والناحيه دي هنا نفس الكلام برضو. وعايز ارسم الضلعين بقى دول، مش هاجي ارسمهم كده زي ما كنا بنعملهم عمودي، لا ده انا هروح محدد من هنا مسافه الضلع وهعمل نقطه. يبقى مسافه الضلع هنا، والناحيه دي مثلا نفس الكلام مسافه الضلع وهعمل نقطه. تعالوا نبعدها شويه عشان نبين الموضوع ضخم قوي. حلو، يبقى دي نقطه عندنا اهي، وادي نقطة عندنا اهي، دي المسافة اللي المفروض اخد منها الضلع ده. بس انا مش هعمله عيد اللي فوق ده، انا هعمله رايح ناحية النقطة اللي فوق دي. يبقى انا كمان بقيت بوصل من هنا بالنقطة اللي فوق. حلو، يبقى انا شكل المبنى بتاعي ده اللي انا برسمه بقى شكله عامل كده. هو شكله متدمر طبعا عشان المقاسات دي غلط، بس نفهم الفكرة اهم حاجة يعني. ده بقى شكل المبنى بتاعي اللي هو من هنا ده كبير حلو، وبيبدا يصغر لفوق. عارفين يبان امتى كمان؟ لو انا عملت له مثلا بيبان بقى، يعني بقى تعمل بيبان. تعالوا نعمل بس الخط ده مظبوط عشان شكله معوق قوي، سوري يعني ماشي.
لو عملنا بيبان وشبابيك والشبابيك دي تبعد لفوق والكلام ده، مثلا تعالوا نعمل باب والباب ده طويل قوي، فهناخد نقطتين. بصوا مش هعمل الخط بقى اللي هو اقرب ضلع ليا، لا ده انا هاخد اقرب نقطة ليا ماشي، ومن هنا نفس الكلام، وراح موصل النقطتين بالنقطة اللي فوق اللي هي دي، نروح عاملين كده مثلا، والنقطة دي كمان بنفس النقطة دي. يبقى انا الضلعين اللي عندي اهو، ده واحد ماشي وده اتنين، وبعد كده من عند الضلع ده وراح موصل للنقطة اللي هنا، يبقى انا كده عملت الباب بتاعي بتاع المبنى الضخم ده واللي انا شايفه من تحت ده، وبيسموه ده ايه؟ عين النملة. حلو، اللي هو في نملة شايفة المبنى بس، فبتشوفه بالمنظر ده. طيب تعالوا بقى نشوف عين الطائر، بس عين الطائر ده انت مش هتقلبه، يعني مش هتقول لي هو كده، لا بص، عين الطائر ده احنا هنبدأ نرسم خط الارض بتاعنا اهو. انت دلوقتي شايف من وجهة نظرك طائر او طيارة، انت راكب طيارة وشايف المبنى من فوق ماشي، فانا عملت خط الارض. لو انت شايف المبنى من فوق فانت شايف المبنى تحت مستوى نظرك، طبيعي جدا هتكون شايف سطح المبنى، يبقى ما ينفعش ارسمه من هنا صح. انا هرسم من النقطتين بتوعي هم، واروح راسم الخط اللي في النص بتاعي هنا، بصوا كده تحت خط الارض اهو كده، تمام كده. طيب وبعدين هروح موصل نفس الكلام اهو، من اعلى مكان لغايه النقطه دي، ومن اقل مكان لغايه النقطه دي، ماشي يا عم ماشي يا عم، نفس الكلام الناحيه التانيه. اظن انتوا حفظتوا صم خلاص الموضوع ده، ان انا اوصل الخطين ده، عشان لو في حد ما كانش عنده فكره عن المنظور فكده انت حفظت الحاجات البدائيه يعني، او الحاجات البدايات. طيب عايز بعد كده ارسم الواجهتين دول، هروح محدد مسافه برضو كده، تعال نكبرها شويه صغيرين كده وكده، ادي النقطتين بتوعي اهم، وبعدين هروح منزل تحت الخط ده واعمل نقطه كمان هنا، واوصل من النقطه دي للنقطه دي كده حلو، ومن هنا لغايه النقطه دي برضو. يبقى انا كده رسمت الواجهه دي والواجهه دي بتاعت المبنى اللي انا شايفه من فوق اعلى، بس لسه ما رسمتش السطح بتاعه صح. هروح موصل نفس الكلام من عند النقطه دي لغايه من عند الضلع اللي هو اليمين للنقطه الشمال، ومن عند الضلع الشمال بالنقطه اليمين عكس عكس. يبقى انت كده بقيت شايف المبنى، بص المبنى اللي انت شايفه ده انت شايف من فوق وكمان بيبعد لتحت، يعني من تحت بيبدا يصغر. ده بيتعمل في المباني الضخمه بقى والمباني الكبيره ومش عارف ناطحات السحاب لما بيجوا يرسموها ويرسموا حاجات سكتش والكلام ده. تعال نرسم مثلا هنا كمان، ادي نقطتين اهو ماشي، وعايز نرسم الباب بقى وكانه باب طويل برضو. عملت النقطتين وبعدين بوصل من عند النقطه للضلع ده واخد امتدادها لفوق حلو، وبعد كده من عند النقطه دي للنقطه اللي تحت واخد برضو امتدادها لفوق، شفت الصياعه ماشي حلو، وبعدين باخد من هنا وراح موصل بالنقطه اللي هناك برضو. يبقى انا كده رسمت البوابه دي بتاعه الشكل بتاعي اللي احنا بنرسمه ده، ايا كان بقى شكله غريب جدا. ماشي طيب، ده اسمه منظور ايه؟ ثلاث نقط. يبقى احنا دلوقتي شرحنا منظور نقطتين حلو، اهو منظور نقطتين، ومنظور ثلاث نقط اللي هو عين النمله، ومنظور ثلاث نقط اللي هو عين الطائر. في عندنا منظور نقطه واحده، وفي عندنا منظور اربع نقط. طيب ناخدهم كده في السريع برضه، يعني ان شاء الله كله ايه هيستفاد من الفيديو ده، مفيش حاجه ايه تقع منكم يعني. طيب منظور اربع نقط، بص منظور اربع نقط ده انت هتعمل خط الارض بتاعك كده، بس ده بيسموه عين السمكه، وده مش طبيعي يعني مفيش حد بيشوفه قوي كده. انت واقف بقى مثلا ايه عشان تشوف حاجه زي كده، مثلا انت واقف قدام برج القاهره بس واقف في نصه، يعني واقف قدام نصه مش على الارض تحت ولا في السماء فوق طاير حلو، فده مش طبيعي يعني. فاحنا هنعمل خط الارض كده، وبعدين بس بتعمله بيدي شكل حلو لو بترسم بيه رسومات، بيعملوا بيه حاجات زي الكره الارضيه واللفه بتاعتها والكلام ده. رسمت الضلع اللي في النص بتاع الشكل اللي انا هرسمه، فوقيه نقطه وتحتيه نقطه، يبقى نقطه فوق ونقطه تحت، وبعدين يمين نقطه وشمال نقطه، اربع نقط اهم. هوصل من هنا لغايه النقطه دي، من اعلى مكان لغايه النقطه دي، دي حاجه تقريبا بنكررها كل مره حلو، ومن هنا لغاية النقطة دي كده، وبعدين الناحية التانية نفس الفكرة. ماشي يا برنس ماشي يا برنس. طيب
وبعدين بص يا سيدي، انت هتحدد نقط عشان ترسم ايه الضلعين، بس مش هتحدد نقط هنا، مش هتحدده على الخط ده، لا انت هتحدهم على خط الارض. يعني هتقول المسافة بتاعتي هي هنا مثلا او هنا، والمسافة بتاعتي هنا هنا، ومن هنا ده مكان الضلع اللي انا هرسمه، بس من النقطة اللي على الخط الارض دي هوصل خط للنقطة اللي تحت، وهوصل خط من هنا للنقطة اللي تحت. في اوقات بيتعمل ده ببرجل، يعني حاول يجيب الخط ده بكيرف شوية، ماشي؟ ونفس الكلام من فوق، هوصل خط من هنا وهوصل خط من هنا، فبقى شكل المبنى بتاعي ده كده، بيبعد لفوق وللجنب ولتحت. الشكل ده بيتعمل لما بتكون مثلا بترسم، يعني هو لو انا هعمله كيرف مثلا، هو هيكون شكله عامل كده، والناحية دي يعني بتوصل بالبرجل ده، بيوصلك من هنا لهنا لهنا، حلو؟ فالشكل مثلا هيكون عامل كده. ده الشكل بتاعك اللي بيظهر من منظور 4 نقط ده. لما بيتكرروا في كذا مبنى وكذا شكل، بيبدأ يديك بقى يعني شكل كأنك باصص على حاجة مكورة. يعني هقول لك، عارف كده لما تبص على حاجة من العين السحرية، لما تيجي تبص على حاجة من العين السحرية، بتشوف في الحاجة اللي قدامك دي كأنها الشكل اللي قدامك كأنه مكور كده، هي نفس الفكرة بالظبط، بيديك المنظر اللي قدامك كأنه جوه كورة، حلو؟ وده حاجة بترسمها يعني بتعمل بيها منظر، بتعمل بيها شكل، بس مش بتعمل بيها حاجة واقعية، يعني بتشتغل بيها حاجات واقعية اللي هو الـ3 نقط والنقطتين. في كمان منظور نقطة واحدة، وده سهل جدا جدا. إن أنا دلوقتي الأول في الرسم ده أو في الشغل اللي إحنا كنا بنشتغله ده، كنا واقفين على ناصية شارع، يعني عندي شارع ماشي كده وشارع ماشي كده، حلو؟ أنا هنا هقف في نص الشارع، وهكون شايف شارع واحد بس ماشي في النص. هنعمل إيه؟ عايزين نرسم النقطة بتاعتنا في النص، وهاجي أرسم المبنى ده الناحية دي مثلا، بلاش مباني بقى عشان أنا زهقت من المباني والكلام ده، تعالوا نرسم حاجات بتاعتنا تحت الرسم بقى بتاع الناس بتوع الهندسة دول، هم اتفرجوا على اللي هم عايزينه من الوقت كده. طيب، عايزين نرسم إيه؟ شجر، حلو؟ فاحنا عندنا مثلا شجر واقفه هنا اهي، حلو؟ عايزين نرسم شجر ابعد منها، هروح موصل من عند اعلى مكان في الشجر لغايه النقطه. انا عارف انتوا اتخنقتوا من موضوع التوصيل ده، بس معلش، هو المنظور بنوصل له كتير بس بيعمل لك شكل تحفه، حلو؟ طيب، فبقى عندنا 3 خطوط اهو، ان جوه الخطين دول الجذع بتاع الشجره، يبقى الشجره اللي ابعد جوه الخطين دول، واعلى مكان في الشجره هنا، الشجره اللي ابعد جوه الخطين دول، واعلى مكان في الشجره هنا، وهكذا. فانت كده الشجره دي بتبعد ناحيه النقطه دي. جيت عملت هنا نخله مثلا، فمثلا عملنا نخله هنا، بعد كده عايز اعمل النخله اللي بعدها من اعلى مكان في النخله لغايه النقطه، من اخرها لغايه النقطه، النخله اللي بعدها نفس الكلام برضو، وهنروح عاملين الفروع بتاعتها اللي شكلها وحش جدا دي، ماشي؟ بعد كده النخله الابعد منها جوه النقطتين، وهكذا. عملنا مثلا بني ادم واحد واقف هنا، عايزين نعمل واحد ابعد منه جوه، نعمل له خطين، الشخص الابعد منه جوه الخطين دول، الشخص الابعد منه جوه الخطين، وهكذا. يبقى احنا كده كله رايح ناحيه نقطه واحده. طيب، معلش نعمل حاجه سريعه، لو هنعمل مبنى على منظور نقطه واحده، معلش هنعمل مبنى كده على منظور نقطه واحده، فهنعمل ايه؟ ادي خط الارض ماشي، وادي الضلع بتاع المبنى بتاعنا، وادي النقطه الواحده، حلو؟ هروح موصله من عند اعلى مكان في النقطه، ومن عند نهايته لغايه النقطه. طيب، صل على النبي، انت هنا يا عم رسمت الواجهه دي، حلو؟ بتاعت المبنى ده، وده على نقطه واحده مش نقطتين. الواجهه الناحيه التانيه تعملها ازاي اذا كان مفيش نقطه تانيه؟ انت شغال على نقطه واحده، هتعمل الواجهه الناحيه التانيه ازاي؟ بص، الواجهه الناحيه التانيه دي انت هتاخد الخط بتاعها افقي عدل كده، طالما ما عندكش نقطه تانيه، وانت عايز تظهر المنظور بتاعك بنقطه واحده، مش عايز تعمل نقطه تانيه، فخلاص يبقى انا هعمل الخط ده كانه عدل افقي، ويبقى هو ده الواجهه بتاعت المبنى بتاعي. يبقى انا بقيت واقف هنا شايف الجنب ده جدا، وده هو اللي بيبعد. وفي الوقت ده ما بينفعش قوي ان انا اطول الشكل، يعني ما ينفعش اطوله قوي للناحيه دي كده، لان مش هبقى شايف الجنب ده قوي المفروض يعني، حلو؟
فانا بقيت شايف من هنا الواجهه دي هي اللي بتتوصل والواجهه دي ماشيه عدل. نعمل هنا مثلا باب كده، يبقى هروح موصل اهو الباب من هنا لهنا، تمام كده. طيب وعايزين نعمل الناحيه دي باب، هروح عامله عادي افقي، فاهمين كده؟ بس ده يعني بتعمله لو بتعرض بيه حاجه، بس مش بيكون شكل واقعي قوي. يعني الواقعي في المنظور نقطتين، وان انت بتظهر له كذا نقطه والكلام ده كله. انا ممكن اخلي المنظور بتاعي فيه 500 نقطه، مش 3 4 نقط بس. يعني قلنا قبل كده في الفيديو التاني اللي انا عايز اعمل نخله تانية بتبعد الناحيه دي، هعمل لها نقطه جديده. يبقى انا عملت جوه منظور النقطه الواحده، عملت منظور نقطتين، ورحت عامل النخله دي بتبعد الناحيه دي، حلو، وعملت واحده الناحيه دي. هعمل شجره بتبعد الناحيه التانية، يبقى على خط الارض ده اروح عامل نقطه جديده، ورحت موصل كده مثلا اهو، ويبقى الشجره دي بتبعد جوه النقطتين دول. يبقى انا عملت نقطه هنا ونقطه هنا ونقطه هنا، واروح عامل نقطه كمان الناحيه دي، وفي بني ادم بيبعد الناحيه دي، يبقى الشخص ده واقف هنا، وبقى عملت 100 نقطه في الرسمه بتاعتي. انت حر يعني، انت هتبدع في الاخر وهتلعب في الرسمه بتاعتك. طيب يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه، يكون فيديو مفيد ليكوا. احنا شرحنا حاجات كتير وطولنا في الفيديو، معلش، بس عشان كان في ناس كتير قوي طلبوا موضوع المنظور ده بالتفصيل. لو الفيديو استفدتوا منه فعلا وعجبكم، والوقت اللي شرحنا فيه ده استفدتوا منه فعليا، يا ريت تعملوا لايك وشير. اعملوا شير يعني، يا ريت، لان في ناس بقعد اقول اعملوا شير كل مره، ما حدش بيعمل شير، ماشي؟ بس يا ريت تعملوا شير، واكتبوا كومنت برايكم في الفيديو. يلا، السلام عليكم.